بايدن يتحدى نتنياهو ويقرر تعليق إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل كما فعلت سابقاً كل من كندا وهولندا بسبب مخاوف من استخدام أسلحتهما لقتل المدنيين. ربي صبرنا أفراج اليوم. منذ 7 أكتوبر تصدرت الولايات المتحدة قائمة موردي الأسلحة لإسرائيل، تليها ألمانيا ثم إيطاليا، وأبرز ما قدمته أمريكا تمويل شراء 75 مقاتلة F-35، أكثر الطائرات المقاتلة تقدماً من الناحية التكنولوجية، وتعتبر إسرائيل أول مشغل لها في العالم. والمساعدة في تطوير وتسليح نظام القبة الحديدية وشراء الصواريخ الاعتراضية وتمويل تطوير نظام مقلاع داود. أما بالنسبة لألمانيا، زادت صادراتها الدفاعية إلى إسرائيل بنحو 10 أضعاف العام السابق، ووصلت إلى 351 مليون دولار. وشملت مكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات والمركبات البرية، إلا أنها منذ بداية هذا العام أقرت على ما يبدو عدداً أقل بكثير من صادرات الأسلحة. إيطاليا أرسلت في ديسمبر وحده أسلحة قيمتها 1.3 مليون يورو، أي ما يعادل 3 أضعاف الكمية التي أرسلتها في الشهر نفسه من 2022، إلا أنها منعت إصدار موافقات جديدة للتسليح واشترطت إرسال الطلبيات الموقعة من قبل فقط بعد التحقق من أن الأسلحة لن تستخدم ضد المدنيين في غزة، فيما تمتنع بريطانيا عن منح أسلحة لإسرائيل ويقتصر دعمها على منح تراخيص لبيع مكونات تدخل في تركيب قطع مثل طائرات F-35 ومعدات دفاعية.